نظمت اليوم الرابطة الجزائري للرياضات الميكانيكية بالتنسيق مع بلدية دال إبراهيم والاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية سباقا للسيارات الميكانيكية السريعة بمضمار مركب محمد بوضياف بالعاصمة. كوم شاكاني كل عام عندها لابيسي دال إبراهيم ونادي دال إبراهيم عندهم لغران بري تاع 5 جوي. هذا العام سبقناه شوية نوزان سوليسيتي دون لو كادر تاع التشريعيات. احنا دخلنا في لو كادر تاع لي زاكتيفيتي انويال تاعنا سي تادي لي سيركويت فيتاس دون لي ديفيرونت كاتيجوري. السباق انطلق منذ الصباح واستمر الى حدود الساعه 6 مساء اين عرف مشاركه قياسيه للمتسابقين تجاوزت 90 متسابقا من مختلف الفرق، كما شهد محيط المضمار حضورا جماهيريا كبيرا. وشملت السباقات 5 فئات للسيارات السريعه تم تصنيفها حسب المحركات بالإضافة إلى سباق للسيارات الصغيرة المعروفة بالكارتينغ. المنافسة راهي قوية، كاين 92 و93 لونجاجي اونتر كارتينغ ار اي كاع لي كاتيجوري. دونك درنا لي زيسي كرونومتري الصباح، القريب كاين تما ما نقدروش نشكيو من القريب، وان شاء الله كيما نقولوا احنا نتمناو لا كورس تخلص بخير وعلى خير. اليوم ثاني سبيسيال بور نو باسكو سي في عام واحد درنا 4 كورس دو فيتاس سي ا لا اون. هذا العام لي كورس دو فيتاس بزياده، لو نومبر دو فواتور 90. من جانبه الجمهور الحاضر بمركب محمد بوضياف استحسن تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضيه، خاصه بالنسبه للرياضات الميكانيكيه التي باتت تستقطب مختلف الفئات والاعمار. ورغم ذلك لم يخفي البعض اسفهم الشديد بسبب النقص الفادح في المضامير. الله يبارك، لا كورس راهي غير تتطور وتزيد، مام زادوا جابوا لهم لي سبونسور اي مليحه كما راكم تشوفوا، غاشي مام كاع راهو في بلاستو، الله يبارك. على وضع صوت المحركات النفاثة وحماس المتسابقين على حلبات السباق، ودع الجمهور الحاضر بمركب محمد بوضياف مضمار السباق على أمل مشاهدة سباقات مماثلة في قادم الأيام.